مساء الخير عليكم في أول فيديو ليا في الأقصر وأسوان، تحرك المركب مدينة الأقصر إن شاء الله. أنا لما اخترت المكان اللي أنا أبدأ أعمل البرنامج بتاعي وأنا على المركب بشكل جديد وبشكل حلو، وفي نفس الوقت اللي أنا أشتغل على المركب وأعمل منها نسبة مالك، يعني أو فلوس تكفيني الأيام اللي جاية. جمال مصر في كل حتة، جمال النوبة، البحر، الصحراء، الدنيا كلها، المناظر هنا جميلة قوي. حبيت ان انا اشتغل بنفسي لنفسي، يعني اعمل البرنامج لنفسي. محدش يساعدني عشان محدش يقول لي احنا ساعدناك وانت من غيرنا ما ينفعش والكلام ده، لا، هشتغل لنفسي ان شاء الله والدنيا هتبقى حلوة وجميلة. الاقصر وجميلة اسوان وجميلة من الناس الكويسه جدا، اخويا وصاحبي من اليمن، من اليمن الشهير. حبيبي باشمهندس وائل، حبيبي 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 اخويا، ان شاء الله بتحب مصر طبعا. ايه رايك في ام الدنيا؟ والله احنا نسمع على انها ام الدنيا والحين تاكدنا. جميله جدا 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 جميله برجالها ونسائها وجوها اللطيف. ربنا يخليك، شرفت بيك يا سلطان. طيب البرنامج هعمله مع بعض الاصدقاء المصريين والخليجيين والخليجيين والسعوديين والكويت، هعمله كل الناس، كل الناس هتتبسط مننا ان شاء الله. وهرجع لكم تاني مش هبعد عنكم، ويلا ادعوا لي وربنا يكرمني وقول لمراتي انا بحبك قوي وخلي بالك من نفسك وكل سنه وانت طيب حبيبي.